بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نريد أن نبين كيفية إزالة النجاسة، كيف نزيل النجاسة عن الثوب، عن المكان. نعم. القسم الأول نجاسة مغلظة، نجاسة فيها مشقة قليلة، مشقة مغلظة يعني فيها قليل من المشقة من التعب. نعم. إذا ولغ الكلب من الإناء، الكلب لا يمكن أن يشرب إلا بإخراج اللسان ويشرب هكذا، فماذا نصنع في الإناء؟ كيف نطهر الإناء إذا أدخل الكلب أكرمكم الله لسانه في الإناء؟ نعم. لابد من إراقة كل ما في الإناء من ماء، ومرة واحدة نضع التراب، نغسله بالتراب، ثم نغسل الثانية بالماء، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة بالماء، نغسل بالماء ثم نريق الماء، وهكذا إلى أن تكون سبع مرات. الأولى بالتراب، ثانية بالماء، الثالثة، الرابعة بالماء، الخامسة، السادسة، السابعة.